السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأعزاء. اليوم عندنا درس عن فلتر الثلاجة وماذا أهمية هذا الفلتر، خاصة عند تبديل الضغط يجب تبديل الفلتر. كما نلاحظ هذا الفلتر، طبعا الفلتر مكونات الفلتر، عند دخول الغاز من هذا الجانب ثم يمر بهذا المرشح الصغير لكي يستقيم الغاز، وبعد ذلك تمر بهذه الكرات الصغيرة. هذه الكرات هي مانعة للرطوبة، يمتص الرطوبة من الغاز الموجود داخل الثلاجة، ثم بعد ذلك يمر بهذا المرشح الصغير جدا جدا. كما نلاحظ أن هذا المرشح أو الفلتر ذات فتحات صغيرة، من الصعب رؤية هذه الفتحات. إذا دخل أي شوائب إلى الكابلاري، وهو أنبوب الشعر الصغير ذات فتحة صغيرة للدخول إلى المبخر، حتى لا تكون الانسداد. إخواني الأعزاء، عند تبديل أي ضغط يجب تبديل الفلتر. الفلتر ضروري جدا، لأنه عندما تكون هنالك احتراق في الضغط يصاحب ذلك الاحتراق غاز أو دخان فيتسخ به هذه الكرات، وبالتالي هذه الكرات تكون غير من ذات بدون منفعة، يعني لا يمتص الرطوبة، وبالتالي من الممكن بعد فترة قصيرة يؤدي إلى انسداد في الثلاجة أو احتراق ضغط آخر. أرجو أن استفدتم من هذه الدرس، وشكرا، وإلى اللقاء، إلى درس جديد، نراكم إن شاء الله.